الحمد لله، إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أبنائي وبناتي، طلبة وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية، أهلا ومرحبا بحضراتكم في هذه الحلقة الجديدة من حلقات مادة الفقه الحنفي، ومع كتابنا المختار من كتاب الاختيار لتعليل المختار للإمام عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي رحمه الله. أبنائي وبناتي، طلبة وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية، كنا في اللقاءات الماضية قد تكلمنا عن الأحوال الشخصية، تكلمنا عن النكاح وعن الطلاق وعن الرجعة وعن العدة وعن النفقة وعن الحضانة. واليوم أبنائي وبناتي ننتقل إلى موضوع جديد تماما يختلف عن هذه الموضوعات. ننتقل أبنائي وبناتي إلى كتاب الأيمان. أبنائي وبناتي، هيا بنا نبدأ. كتاب الأيمان. ما اليمين لغة وشرعا، ولما سمي الحلف يمينا؟ يعني إيه الكلام ده يا أبنائي؟ إحنا بنتكلم في هذا الباب عن كتاب الأيمان، والأيمان يعني الحلفان. يعني بنسمع كتير واحد يقول والله هعمل كذا، والله ما عملت كذا، والله رحت للمكان الفلاني، والله ما رحت إلى المكان الفلاني، والله العظيم لتاكل، والله العظيم لتشرب، والله العظيم ما انت ماشي. هذه أشياء كثيرة جدا نسمعها في المجتمع. السؤال، هل هذه الكلمات لا قيمة لها في شريعة الإسلام؟ على العكس، ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، منها الأيمان. الأيمان هذه أنت تقرن الكلمة لتؤكدها باسم الله سبحانه وتعالى. يعني إيه؟ يعني سيادتك عايز تؤكد المعنى، فسيادتك بيقولوا لك أنت رايح المدرسة بكرة، فبتقول أنا رايح بكرة. يقول لك والله هتروح بأمانة هتروح، فتقول لهم والله العظيم هروح بكرة المكان الفلاني. إذن أنت تريد أن توثق الكلام، أنت تريد أن تؤكد الكلام، أنت تريد أن تؤكد هذا المعنى بأن تقرن كلامك بذكر اسم الله سبحانه وتعالى. أهو ده الباب اللي بيسموه الأيمان. طب هم ليه سموه الأيمان؟ قال إن أصل هذه الكلمة كانت تطلق على اليد اليمنى أو على الرجل اليمنى، على الجارحة يعني. أصل كانوا لما بيحلفوا زمان كان يأخذ بعضهم بيمين بعض، كانوا إذا تحالفوا أخذ بعضهم بيمين بعض، يسلم كده على اللي قدامه وهو بيسلم عليه كده، يقول والله العظيم، والله العظيم، والله العظيم أنا هعمل كذا وكذا وكذا، أو أنا ما عملت كذا، أو ما شابه ذلك. عشان كده سموها أيمان، جمع يمين. فاليمين تطلق على الجارحة، اليد اليمنى والرجل اليمنى. تلاقي واحد يقول لواحد إيه، خش باليمين يعني برجلك اليمين، أو بيأكل فيقول له باليمين يعني كل بإيدك اليمين. كما تطلق على القوة، لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. كما تطلق اليمين على الحلف بالله سبحانه وتعالى. يعني كثير من الآيات والأحاديث تأتي بهذه المعاني، لكن في عندنا آية واحدة في القرآن الكريم، هذه الآية جمعت الثلاث معاني اللغوية لكلمة يمين، وهي قوله تبارك وتعالى فراغ عليهم ضربا باليمين. سيدنا إبراهيم عليه السلام بعد أن بيّن لهم أن الأصنام لا تنفع ولا تضر، هم برضو مصرين، فلما مشوا راغ عليهم ضربا باليمين. ممكن اليمين دي يبقى مقصود القرآن الكريم راغ عليهم ضربا بيده اليمين الجارح، أو يكون راغ عليهم ضربا باليمين يعني بقوته، فيكون معنى اليمين في الآية هو القوة، أو يكون معنى اليمين في الآية يعني الحلفان، لأنه حلف قبل كده وقال وطالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين، فراغ عليهم ضربا بهذا اليمين الذي أقسمه. إذن كلمة اليمين في اللغة العربية تطلق على الثلاث معاني دول. أما في الشريعة الإسلامية فتطلق على حاجة من اثنين، يا إما على الحلفان أو على الشرط والجزاء، زي الطلاق يقول لها إن خرجت من الدار فأنت طالق، أو إن فعلت كذا فأنت طالق، اللي بيسموه يمين الطلاق. أبنائي وبناتي تعالوا كده نشوف التعريف. ما اليمين لغة وشرعا، ولما سمي الحلف يمينا؟ الإجابة أبنائي وبناتي أن الأيمان جمع يمين، واليمين في اللغة العربية يطلق على ثلاثة أشياء، إما أنه يطلق على القوة، والدليل على ذلك أن ربنا تبارك وتعالى يقول لأخذنا منه باليمين، أي بالقوة والقدرة منا. وقيل في قوله قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين، يعني كنتم تقوون علينا.
وهي الجارحة أيضا، يعني تطلق كما أنها تطلق على اليمين تطلق على الجارحة، اليد اليمنى. وهي مطلق الحلف أيضا على أي شيء كان من غير تخصيص، أن تحلف على أي شيء، تحلف على أنك ستذهب، ستأتي، ستقول، ستأكل، لن تأكل، هكذا. وقوله تعالى: فراغ عليهم ضربا باليمين، يحتمل الوجوه الثلاثة، أي إما أن يكون بمعنى بيده اليمنى أو بقوته أو بحلفه، وهو قوله: وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. أما في الشرح فكلمة اليمين أبنائي وبناتي تطلق على أمرين: الأمر الأول هو القسم، الحلفان يعني، وهو ما يقتضي تعظيم المقسم به، ولذلك نقول أنه لا يجوز الحلف إلا بالله تعالى، لأن القسم فيه تعظيم، والتعظيم يكون لله. قال عليه الصلاة والسلام: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليذر، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليذر، وفي رواية: فليحلف بالله أو ليصمت. والحلفان بالله سبحانه وتعالى فيه المعنى اللغوي، لأن فيها الحلف وفيها معنى القوة. إزاي؟ مش إحنا قلنا أن اليمين يطلق في اللغة على القوة؟ طب ما هو الإنسان حينما يقول والله هو يقوي كلامه ويوثقه بالقسم بالله: أنا رايح الحتة الفلانية. لا، إحنا مش مصدقين أن أنت رايح الحتة الفلانية، وما هو عايز يقوي كلامه ويؤكد كلامه، لك والله لنذهبن إلى المكان الفلاني. وكانوا إذا تحالفوا أو تعاهدوا يأخذوا بعضهم باليمين، يعني بيمين بعض، يمسك بعضهم بيمين بعض، وهو الجارحة. من أجل ذلك قلنا أن المعنى اللغوي متحقق في المعنى الشرعي. أما المعنى الثاني من المعاني الشرعية لكلمة اليمين فهو الشرط والجزاء. الشرط والجزاء، أي تعليق الجزاء بالشرط على وجه ينزل الجزاء عند وجود الشرط، زي ما بنقولها كده في العتق وبنقولها في الطلاق. ففي العتق يقول الرجل: إن لم آتيك غدا فعبدي حر. وفي الطلاق يقول لها: إن خرجت من الدار فأنت طالق. هذا يسمى يمين طلاق، لأن اليمين تعقد للحمل على فعل المحلوف عليه أو المنع من فعله. يعني أنت بتحلف ليه؟ عشان تحمل نفسك على فعل شيء. والله هروح الحتة الفلانية، فأنت تحمل نفسك على فعله أو على عدم فعله. والله ما مكلم فلان تاني. فإن الإنسان يعلم كون الفعل مصلحة، لكنه لا يفعله لنفور الطبع عنه. ممكن يبقى عارف ان الموضوع ده فيه مصلحة لي، لكن مش قادر يعمله، نفسه تعافه هذا الأمر، ويعلم كونه مفسدة ولا يمنع عنه لميله إليه وغلبة شهوته، فاحتاج إلى تأكيد عزمه على الفعل أو الترك، احتاج في ذلك إلى اليمين، أن يحلف بالله ليقوي عزمه وليؤكد كلامه. كما أن اليمين بالله تعالى تحمله أو تمنعه لما يلازمها من الإثم بتهتك الاسم المعظم والكفارة التي يدفعها. فكذلك الشرط والجزاء يحمله ويمنعه لما يلازمه من زوال ملك النكاح وملك الرقبة وغير ذلك. فيحصل المنع والحمل بكلمة واحدة من اليمينين: يمين الطلاق أو اليمين الحقيقي. فألحقناها بها، اللي هو يمين الطلاق والعتق، لاشتراكهما في المعنى، وهو الحمل على فعل شيء أو الحمل على عدم فعله. أبنائي وبناتي، طلبة وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية، السؤال التالي يقول: ما حكم اليمين؟ وما الدليل عليه؟ وهل يجوز الحلف بالله وبغير الله تعالى؟ الإجابة أبنائي وبناتي: أن اليمين مشروعة في المعاهدات والخصومات توكيدا وتوثيقا للقول. نرى في المعاهدات يتحالفون، نرى في الخصومات أمام القاضي، القاضي يقول لفلان: أنت الشاهد، نعم احلف وقل أقسم بالله العظيم أن أقول الحق، ويقول الإنسان شهادته مصدرا لها باليمين. فاليمين مشروعة في المعاهدات والخصومات كنوع من أنواع التوكيد والتوثيق للقول الذي يقوله الإنسان. الدليل على ذلك قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تحلفوا بآبائكم،
ولا بالطواغيت. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليذر. لكن حتى مع الحلفان بالله سبحانه وتعالى الأفضل للإنسان أن يقلل الحلف بالله تعالى. مش حلو أن الإنسان يفضل يقول والله 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 عمال على بطال كده. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. والحلف بغير الله تعالى قيل أنه مكروه، واستدلوا على كراهة الحلف بغير الله تعالى بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ملعون من حلف بالطلاق وحلف به. وقيل إن أضيف إلى المستقبل فهو غير مكروه، وإن أضيف إلى الماضي يكره. وهذا حسن، لأننا نرى كثيرا من الناس يستعملون هذا اليمين في العهود والمواثيق من غير نكير. والحديث محمول على الإضافة إلى الماضي بالإجماع، وهي من أيمان السفلة الذين يستخدمون كثرة اليمين في البيع والشراء وما شابه ذلك. أبنائي وبناتي طلبة وطالبات شهادة الثانوية الأزهرية، السؤال التالي يقول: ما أقسام اليمين؟ وما معنى كل قسم؟ ما أقسام اليمين وما معنى كل قسم؟ يعني يا أبنائي، هو احنا عندنا أنواع مختلفة من اليمين؟ نعم عندنا أنواع مختلفة من اليمين. طيب والتقسيم ده بناء على إيه؟ بناء على الزمن. يعني إيه بناء على الزمن؟ يعني احنا أنت بتحلف على حاجة في الماضي، ولا بتحلف على حاجة في الحاضر، ولا بتحلف على حاجة في المستقبل؟ ودي تفرق. نعم، لو انك بتحلف على حاجة في الماضي او الحاضر، لو كنت متعمد الكذب ده بيسموه اليمين الغموس. تاني، لو بتحلف على حاجة في الماضي او حاجة في الحاضر وانت تتعمد الكذب، هذه تسمى باليمين الايه؟ الغموس. يعني ايه اليمين الغموس؟ يعني تغمس صاحبها في نار جهنم والعياذ بالله. ليه؟ لانه تعمد الحلف بالله كاذبا وهو يعلم ذلك. ازاي تبقى في الماضي؟ نقول لك انت رحت الحتة الفلانية دي مبارح وانت رحتها وعارف انك رحتها، بس انت مش عايز تقول كده، فبتقول ايه؟ والله العظيم ما رحت. اذا انت حلفت على امر في الماضي وانت على يقين من انك كاذب في هذا اليمين، هذه يمين غموس. طب وفي الحاضر؟ واحد يتصل بيك، والدك يتصل بيك، انت فين؟ فتقول له انا في المدرسة، وانت مش في المدرسة، فوالدك مش واثق في كلامك فيقول لك ايه؟ انت متأكد انك في المدرسة؟ فتقول له والله العظيم يا بابا انا في المدرسة دلوقتي، وانت لست في هذا المكان، وانت تتعمد الكذب عليه. هذه تسمى باليمين الغموس. اذا كان الحلفان على امر في الماضي او امر في الحاضر وانت تتعمد الكذب، هذه تسمى باليمين الغموس. سميت بذلك لانها تغمس صاحبها في نار جهنم ولا كفارة فيها. أما النوع الثاني من أنواع اليمين فهو اللغو، برضو نفس الكلام، هتحلف على أمر في الحاضر أو أمر في الماضي. الله، طب وليه سميناها لغو؟ لأنك لا تتعمد فيها الكذب، لكنك تظن أنك صادق والحقيقة بخلاف قولك. إزاي؟ الحاجة دي راحت لفلان، والله راحت لفلان، وبعدين ينهار أبيض، ده أنا نسيت، ده أنا كنت هوديها له لكن حصل ظروف منعتني من ذلك، وأنا حينما كنت أحلف لم أكن أتعمد الكذب في هذه اللحظة. إذن هذه لغو لا شيء فيها. قال تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. إذن هذه لا شيء فيها. وأدخل فيها بقى لا والله وبلا والله، واحد صاحبك جاي فأنت حتقوم له فقال لك والله ما أنت قايم فقمت برضه، كل هذه الأشياء تسمى من لغو اليمين. الإنسان الذي لا يصمم على الحلف في أمر من الأمور ولا يعقد العزم الأكيد على هذا الأمر. طيب أمال إيه النوع اللي فاضل؟ النوع اللي فاضل بقى الحلف على أمر في المستقبل، هتعمله أو ما تعملوش. يعني إيه هتعمله أو ما تعملوش؟ دي هتروح الحتة الفلانية؟ أه والله هروح. لا والله مش هروح. هتعمل الحاجة الفلانية؟ لا والله ما هعملها. لا والله هعملها. اهو ده انت بتحلف على امر في المستقبل، هتعمل الامر دوت او مش هتعمل الامر دوت. ده بنسميه اليمين الايه؟ المنعقده. طيب وده حكمه ايه؟ حكمه انك المفترض انك تعمل هذا الامر ان لم يكن فيه معصيه، لان احنا عندنا اربع حالات ليه:
حالة يجب فيها الحنث وحالة يجب فيها البر، هنشوفهم بعد كده إن شاء الله. لكن المهم إن أنت لو عملت الحاجة دي اللي أنت حلفت عليها يبقى خلاص. طب ولو ما عملتهاش يبقى عليك ما يسمى بكفارة اليمين، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. تعالوا كده نشوف الأنواع. ما أقسام اليمين وما معنى كل قسم؟ الإجابة أبنائي وبناتي، اليمين بالله تعالى 3 أقسام: غموس ولغو ومنعقدة. أما القسم الأول فهو اليمين الغموس، وهو الحلف على أمر ماض أو أمر في الحال يتعمد فيه الإنسان الكذبة فلا كفارة فيه. واللغو هو أن يحلف على أمر يظنه كما قال وهو بخلافه، فنرجو أن لا يؤاخذه الله بها. والمنعقدة هو أن يحلف على أمر في المستقبل ليفعله أو ليتركه، فإذا حنث فيها فعليه الكفارة. وبيان ذلك أن اليمين إما أن تكون على الماضي أو على الحال أو على المستقبل، فإن كانت على الماضي أو على الحال فإما أن يتعمد الكذب فيها وهي الأولى، أو لا يتعمد الكذب وهي الثانية اللغو يعني. أما إن كانت على المستقبل فهي الثالثة اللي هي المنعقدة، سواء كان ذلك عامدا أو ناسيا، مكرها أو طائعا، على ما نبينه إن شاء الله تعالى. السؤال التالي أبنائي وبناتي، ما حكم اليمين الغموس؟ ولما سميت يمينا غموسا؟ وهل تجب فيها الكفارة؟ وما مثاله؟ وما الواجب فيها؟ نقول أبنائي وبناتي أن اليمين الغموس هي ليست يمينا حقيقة، لأن اليمين عقد مشروع على ما بينا، وهذه ليست مشروعة، هذه كذب فلا تكون مشروعة أصلا. أما تسميتها يمينا فهو مجاز لوجود صورة اليمين، لأنك بتقول والله، لكن ما ينفعش نقول عليها يمين لأن أنت أصلا تحلف بالله كذبا، كما نهى صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الحر مع أنه حر، فهذا ليس بيعا له، فسمي بالبيع مجازا. وسميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في نار جهنم والعياذ بالله، ولا كفارة فيها. واليمين على الماضي كأن يقول والله ما فعلت كذا، وهو يعلم أنه فعله، أو والله لقد فعلت كذا، وهو يعلم أنه لم يفعل. واليمين على الحال أن يقول والله ما لهذا علي دين، وهو يعلم أن له عليه، أو يقول والله أنا ما ذهبت، ما لست في المكان الفلاني وهو في هذا المكان، فهذه اليمين لا تنعقد ولا كفارة فيها، وإنما التوبة والاستغفار، وأمره مفوض إلى الله سبحانه وتعالى، إن شاء عفى عنه وإن شاء عقبه. قال صلى الله عليه وآله وسلم: 5 من الكبائر لا كفارة فيهن: الشرك بالله وعقوق الوالدين وبهت المسلم والفرار من الزحف واليمين الغموس. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: اليمين الغموس تدع الديار بلاقع، بتخرب البيوت. ولم يذكر فيها صلى الله عليه وآله وسلم الكفارة، ولو وجبت الكفارة لذكرها تعليما لأمته، أو أننا نقول لو كان لها كفارة لما دعت الديار بلاقع، لما خربت البيوت، لأن الكفارة اسم لما يستر الذنب فترفع إثمه وعقوبته كغيرها من الذنوب، ولأنها كبيرة بالحديث. والكفارة عبادة لأنها تتأدى بالصوم ويشترط فيها النية فلا يتعلق بها، ولأن الله تبارك وتعالى أوجب الكفارة بقوله: بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين. والعقد ما يتصور فيه الحل والعقد، وذلك لا يتصور في الماضي وإنما يتصور في المستقبل. السؤال التالي أبنائي وبناتي، ما مثال اليمين اللغو؟ وما الأصل فيه؟ وما الواجب فيه؟ الإجابة أبنائي وبناتي، اليمين اللغو كأن يقول الرجل
والله ما دخلت الدار، أو والله ما كلمت زيدا، يظنه كذلك وهو بخلافه، لربما كلم زيدا في وقت مظلم أو وهو لا يعرف أن المتحدث إليه زيد، فهو حينما حلف لم يتعمد الكذب. ويكون في الحال كأن يقول والله إن المقبل لزيد، فإذا هو عبد الله شايف واحد جاي من بعيد فبيقول والله اللي جاي ده فلان الفلاني، فلان ده اللي جاي زيد، قال له لا مش زيد، قال والله العظيم زيد. لما اقترب هذا الشخص قال سبحان الله ده عبد الله، وهذا شبيه جدا وقريب جدا في الشبه من زيد. إذن هو لم يتعمد الكذب في مثل هذه الحالات، ولذلك قال العلماء نرجو من الله ألا يؤاخذه عليها، فاستدلوا على ذلك بقوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. وحكى محمد عن أبي حنيفة رضي الله عنه أن اللغو ما يجري بين الناس من قوله لا والله وبلا والله، حينما نسمع هذه الجملة لا والله وبلا والله، والله لن تتفضل معانا، والله تأكل مع عندنا، والله ما انت ماشي، كل هذه الكلمات تقال على سبيل اللغو. وقد ورد ذلك عن أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، روي عنها مثله موقوفا ومرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال ابن عباس رضي الله عنه أن اليمين اللغو هو أن يحلف الإنسان على يمين كاذبة لكنه يرى أنه صادق، هو لا يعلم أن الكلام على سبيل الكذب. فإن قيل كيف يقول محمد بن الحسن نرجو أن لا يؤاخذه الله بها، والله تعالى نفى المؤاخذة قطعا، يعني إزاي محمد بن الحسن بيقول في حكم اليمين اللغو نرجو من الله ألا يؤاخذه بها، مع أن ربنا أصلا قال لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، فلماذا تقول نرجو؟ قل يا أخي أن الله لن يؤاخذنا، لأن الله هو الذي نفى المؤاخذة بنفسه قطعا في هذه الآية، فكيف لك أن تقول ذلك؟ الجواب أبنائي وبناتي عن قول محمد نرجو من الله سبحانه وتعالى ألا يؤاخذه بها، الجواب من وجهين. الوجه الأول أن العلماء اختلفوا في تفسير اللغو، فمنهم من قال أن اللغو هو أن تحلف على أمر في الماضي أو على أمر في الحال وأنت لا تتعمد الكذب، والرأي الثاني قال هي ما يجري على اللسان من غير تصميم وعزم كلا والله وبلا والله. ولذلك نرى أن الإمام محمد قال نرجو من الله ألا يؤاخذه الله باليمين على الوجه الذي فسره، لاحتمال أنه غيره، احتمال أن أنا كن قلت أن اليمين اللغو معناها أن تحلف على أمر في الماضي وأنت لا تتعمد الكذب فيطلع ده مش لغو، ويطلع اللغو لا والله ولا والله. ولذلك الإمام محمد بن الحسن من باب الأدب يقول نرجو ألا يؤاخذه الله تعالى باليمين على الوجه الذي فسرناه، لاحتمال أن كلامنا خطأ وأننا لم نفسر التفسير الصحيح. أما الاحتمال الثاني فأن الرجاء يقع من الإنسان على وجهين، النوع الأول يسمى برجاء الطمع، والنوع الثاني يسمى برجاء التواضع. فمحمد حينما قال نرجو من الله تبارك وتعالى ألا يؤاخذه عليها جاز أن يكون كلامه هذا على سبيل التواضع، يعني رجاء تواضع، لأننا مهما سمعنا من أن الله تبارك وتعالى غفور رحيم وأنه يغفر الذلات ويستر العيوب إلا أننا نتواضع في كلامنا مع الله سبحانه وتعالى ونتعامل معه من باب الذل له ومن باب المسكنة، فنقول لربنا نرجو يا ربنا ونطلب يا ربنا أن تغفر لمن وقع في هذا الذنب رغم أنك أنت الغفور الرحيم الذي قلت وقولك الحق أنك لن تؤاخذ الإنسان على اللغو في اليمين. وروى ابن رستم عن الإمام محمد بن الحسن الشيباني أنه قال
لا يكون اللغو إلا في اليمين بالله، يعني اللغو في اليمين بالله، ما فيش لغو في اليمين الطلاق ولا في يمين العتق، اللغو يكون فقط في اليمين بالله سبحانه وتعالى. ليه؟ عبر عنه الكرخي فقال: وما كان المحلوف به هو الذي يلزمه بالحنث فلا لغو فيه. وذلك لأن من حلف بالله على أمر يظنه كما قال وليس كذلك لغى المحلوف عليه وبقي قوله والله، فلا يلزم شيء. انت بتقول له لا والله وبلا والله، والله ما عملت كده، وانت في نيتك انك فعلا ما عملتش كده، فلنفترض ان انت طلعت عملت هذا الامر، يبقى لغى هذا الكلام الذي قلته، ولم يبق الا قولك والله، وقولك والله فقط، لا يلزمك شيء بناء على قولك هذه اللفظة. أما النوع الآخر وهو اليمين بغير الله تعالى كاليمين بالطلاق أو بالعتق، فيلغو المحلوف عليه ويبقى أنه قال أن امرأته طالق أو أن عبده حر أو أن عليه حج أو أن عليه زكاة أو أن عليه صلاة، ولذلك يلزمه ما التزمه أو ما ألزم نفسه به من غير إلزام الشرع. أبنائي وبناتي، لا تكثر من الحلف بالله سبحانه وتعالى، فهذا أمر مكروه. وإذا قررت أن تحلف بالله على أمر في الماضي أو في الحال، فتأكد من أنك صادق، وإياك أن تحلف بالله كاذبا، فالحلف على أمر ماض أو حاضر كذبا هذا يمين غموس يغمس صاحبها في نار جهنم، وهذه من الكبائر التي لا كفارة فيها. أما اليمين اللغو فما يقع من الإنسان من غير قصد وتصميم وعزم، كما يجري على اللسان دائما من لا والله وبلا والله وما شابه ذلك. أما اليمين المنعقدة فهي إنك بتحلف على أمر في المستقبل، هتروح الحتة الفلانية مش هتروح الحتة الفلانية، هتعمل كذا مش هتعمل كذا، هتلتحق بهذا العمل مش هتلتحق بهذا العمل، هتكلم فلان مش هتكلم فلان. ودوت باب خطير جدا، وفيه أنه قسمه العلماء إلى أقسام، هنشوفها المرة اللي جاية. مرة يقولك يجب أنك تبر بهذا اليمين، مرة يقولك يجب أنك تحنث في هذا اليمين. وعلى كل حال لو حنثت في هذا اليمين عليك كفارة، ومش الكفارة اللي بتسمع عنها صيام 3 أيام وخلاص، لا، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. الثلاث أيام دي للي مش قادر يطعم 10 مساكين ولا يكسوهم. أبنائي وبناتي، نكتفي بهذا القدر. حياكم الله ورعاكم، ولكل خير أبقاكم، ومن كل شر نجاكم، وفي الحلقة القادمة نراكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.